بعد أكثر من شهر على الأزمة اللبنانية الخليجية التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، وبعد مطالبات محلية وعربية ودولية بتقديم استقالته بهدف التهدئة، استقال الوزير أمس الجمعة بمبادرة فردية كما قيل، ولكن عشية زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بعض الدول الخليجية. البعض رأى أن تأتي هذه الاستقالة متأخرة خير من ألا تأتي أبدا، أما البعض الآخر فرأى أن الاستقالة تأخرت إلى درجة إفراغ مضمونها وشكلها من أي محتوى مرجو منها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي أمين أموري. سيد أمين، أهلا بك. إلى أي فريق تنتمي سيد أمين؟ أتعتقد أن الاستقالة جاءت متأخرة جدا أم أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدا؟ يعني طبعا اليوم أن يكون هناك استقالة من شأنها أن تمهد الطريق لإعادة تبريد الأجواء بين الرياض وبيروت، لكن السؤال قام لبنان أو قام الوزير قرداحي بما كان يتعين بأن يقوم به رغم طبعا احتجاجات قسم كبير من اللبنانيين وعدم رضاهم عن ذلك. السؤال هو كيف ستتعامل المملكة العربية السعودية مع هذا الموضوع؟ طبعا إذا ما ردت بمبادرة مثلها تكون الأمور قد ذهبت بمسار يعني يرجوه الجميع، لكن على ما يبدو المسألة أكبر بكثير من مسألة تصريح للوزير القرداحي. المسألة يعني لا تزال قائمة على أسس أخرى مختلف عليها بين الطرفين، ولكن أن تستمر المملكة في إجراءاتها العقابية يظهر وكأن المملكة لا تريد الخير للبنان، وكأنها فعلا يعني تريد وضعه في زاوية صعبة. السؤال اليوم كيف يجري التعامل السعودي مع هذا الموضوع؟ باعتقادي أنها لن تغير الكثير، سيستمر البرود قائم بين الطرفين، لكن داخليا من شأنها أن تفتح قوة في جدار مغلق يعني تمام الإغلاق في الداخل اللبناني. هذه المبادرة حصلت، علينا أن ننتظر بعد زيارة ماكرون ما إذا كان الملف اللبناني سيعود مرة أخرى إلى الكواليس. سيد أمين، اليوم هناك من يشكك بقدرة ماكرون على التأثير إقليميا على موقف الخليج من لبنان. صحيح صحيح، يعني الكل في هذه الأجواء. المسألة كما قلت لك في البداية أكبر بكثير من مسألة التصريحات، المسألة تعود إلى زمن بعيد. المملكة العربية السعودية غير راضية عن كل ما يجري في لبنان منذ التسوية الرئاسية التي أتت بميشيل عون رئيسا للجمهورية في العام 2016. بعد ذلك استمر هذا الموقف من كل الحكومات المتتالية، حكومة حسان من سعد الحريري شخصيا ومن حكومته أيضا، ثم من حسان دياب، والآن من نجيب ميقاتي. طبعا المسألة مرتبطة بملفات أعقد بكثير من ما يجري من تصريحات. المسألة مرتبطة بكل الملف الإقليمي المعقد والذي يزداد يوما بعد يوم تعقيدا، خصوصا في ظل المفاوضات التي لم تؤتي كلها حتى هذه اللحظة بين الولايات المتحدة أو بين القوى الخمس الكبرى. نعم، ولكن سيد أمين، وبين المملكة العربية السعودية وإيران. نعم، كان قرداحي في وقت سابق ربط استقالته بضمانات له شخصيا. اليوم قدم قرداحي استقالته، وهل حصل في المقابل على هذه الضمانات التي طالب بها؟ لا، حتما لم يحصل على هذه الضمانات، لكن القرداحي بالنسبة له شعر عندما ترك وحيدا بأنه سيتحمل أعباء كل ما يجري في لبنان. يعني مثلا الأزمة الحكومية ربطت أصلا بقضية القرداحي، والحكومة اللبنانية معطلة، وإذا استمر هذا التعطيل سيتحمل هو شخصيا ذلك. أيضا المسألة بين المملكة العربية السعودية ولبنان والإجراءات العقابية المتخذة، ماذا لو اتخذت الرياض إجراءات جديدة بحق اللبنانيين؟ سيكون لها حسابات يعني ثقيلة جدا، وسيحمل القرداحي مباشرة مسؤولية كل ما يجري، يعني سيحمل أعباء كثيرة. لذلك فضل اختيار الاستقالة والخروج. طبعا حتى حلفاء القرداحي نفسهم، الرئيس فرنجي، الوزير فرنجي حزب الله،
كل الحلفاء الذين أيدوا قرداحي في خطواته تبين في الأمس أنهم يرتاحون لمثل هذه المبادرة التي اتخذها كل منهما لحساباته الشخصية أو لحساباته السياسية. علينا أن لا ننسى أننا في لبنان على عتبة موسم انتخابي وهو حام جدا، الانتخابات النيابية وكذلك الأمر الانتخابات الرئاسية. يعني الوزير القرداحي يمثل تيار المردة في لبنان، رئيس تيار المردة الوزير سامي فرنجي مرشح رئيسي لرئاسة الجمهورية، فهناك طلب مباشر من الفرنسيين لتيمان فرنجي بأن يساهم في التوصل إلى التسوية التي انتهت أمس، وبالتالي هو لا يمكن إزعال لا الفرنسيين ولا الخارجيين ضمن حساباته العميقة من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية. وطبعا العلاقات الداخلية ما بين الحزب وبين تيار المردة والإشكالات الانتخابية المتعلقة بمنطقة حساسة من لبنان هي منطقة كسروان، حيث هناك جمهور يعني لا يحبذ كثيرا الموقف الذي اتخذه قرداحي في السابق. إذن نحن أمام مشكلة متعددة الأوجه جعلت من قرداحي يشعر بالعزة، وبالتالي لم يكن عليه من طريق آخر سوى تقديم استقالته بالشكل الذي كان في الأمس. طيب، ماكرون قال أن استقالة قرداحي كانت من بين العوامل التي أعاقت عمل حكومة نجيب ميقاتي، وقال أيضا الآن حلت هذه المشكلة فيجب أن تتمكن الحكومة من العمل. هل تتفق مع موقف ماكرون؟ وهل الحكومة قادرة فعلا أن تجتمع من جديد بعد الاستقالة؟ لا طبعا، فيما يتعلق بالموقف السعودي من لبنان، أعتقد أن الموقف السعودي في لبنان مرتبط بمسألة شديدة الأهمية وهي مسألة حزب الله، يعني ما تعتبره الرياض هيمنة لحزب الله على القرار اللبناني، وباعتقادي أن هذا الموقف لن يتغير. لكن على الأقل باستطاعة ماكرون أن يقول للسعوديين أنني جئت بمبادرة، عليكم أن تكون هناك مبادرة مما يتيح فتح الملف اللبناني، لكن ليس بالضرورة أن يكون هناك تسويات للملف اللبناني. في المسألة الداخلية فيما يتعلق بالحكومة، أيضا المسألة الحكومية تتجاوز موقف القرداحي. صحيح أن موقف القرداحي تسبب بخلافات بين وزراء الحكومة ومما الأمر الذي ساهم بالتعطيل، لكن اليوم هناك حسابات أخرى حاضرة وتحدثت عنها، ومنها الحسابات الانتخابية والحسابات رئاسة الجمهورية. أبعد من ذلك سيد أمين، اليوم هناك من ينتقد ماكرون بسبب عدم تقصده عدم الحديث عن تعطيل الثنائي الشيعي لعمل الحكومة حتى حل ملف القاضي بيطار. صحيح، يعني مسألة القاضي بيطار، يعني هناك تعطيل، يعني نحن نتحدث عن الخارج، لكن في النهاية في داخل اللبناني باستطاعة أي طرف صغير أن يعطل الكثير من الأمور إذا ما اتخذ موقف معاند. يعني اليوم مسألة البيطار، مسألة قضية المرفأ، صحيح أن الفرنسيون متمسكون جدا باستكمال التحقيقات القضائية، لكن هناك مقايضة تجري اليوم في لبنان بين الاستمرار بتحقيقات بيطار ومحاولة فصل الملفات في الداخل، يعني وربط هذا الموضوع بنوع من الصفقات، بمعنى أنه قد نتخلى عن البيطار مقابل أن يؤكد الثنائي الشيعي تمسكه أو موقفه القبول بجبران باسيل رئيسا للجمهورية سلفا، لكن هذا الموقف أعتقد أنه لا يوافق كثيرا الثنائي الشيعي. لذلك قلت هناك فصل بين المسألة الخارجية والمسألة الداخلية. مسألة انعقاد الحكومة مرتبطة بمسائل أخرى وأهمها قضية انفجار المرفأ، وعلى ما يبدو أن لا أحد وتحديدا الثنائي الشيعي لن يقبل بمثل هذه المقايضة، وخصوصا أنه في الأمس برز مجددا اسم سليمان فرنجي في مواجهة باسيل كمرشح لرئاسة الجمهورية. طيب، صحيفة النهار كتبت اليوم أن وراء الاستقالة مشروع مقايضة يضحى فيه لاحقا بالمحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ما هو تأثير استقالة قرداحي على المحقق العدلي؟ يعني هل اليوم البيطار بوضع أضعف من هذا ما قبل الاستقالة؟ هذا ما أحاول أن أقوله.
هذا ما كنت أجرب أن أقوله، أن المقايضة التي يجري محاولة تسويقها يعني صفقة سياسية كبيرة، أن رئيس الجمهورية الذي لا يتمسك أو فريقه الذي لا يزال يتمسك باستكمال التحقيقات التي يقودها البيطار ووقفها مقابل ضمانات من الثنائي الشيعي بالقبول بجبران باسيل مرشحا منذ الآن لرئاسة الجمهورية، لكن هذا ثمن سياسي كبير. لا أعتقد أن الثنائي الشيعي في وارد اليوم يعني تسليف مثل هذا الموقف لجبران باسيل، ومن شأنه أن يزيد من تصلبه في المواقف الداخلية. لذلك المقايضة لا تزال مطروحة على الطاولة، وهناك محاولة لإيجاد مخارج لمثل هذه المسألة مثل الفصل بين الملفات. وقد تحدث الرئيس ميقاتي للمرة الأولى في قبل أيام عن قبول ضمني بنوع من فصل الملفات، بمعنى أن يحاكم الوزراء والنواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، يعني أمام مجلس النواب بشكل أو بآخر، وبالتالي سحب هذا الملف من يد القاضي على أن يبقى القاضي في مكانه ليتابع التحقيقات مع المدنيين، على أساس أن القضاة أيضا المعنيين بهذا الموضوع سيحاكمون أمام التفتيش، وهناك محكمة عسكرية خاصة للعسكريين. يعني الخلاصة بأن هناك محاولة لإجهاض التحقيق عبر فصل الملفات في داخله، وليس بصفقة سياسية متكاملة إنهاء تحقيقات القاضي بيطار مقابل ضمانات بأن يكون باسيل هو مرشح للجمهورية. لا أعتقد أن أي فريق في لبنان في وارد اليوم في هذه اللحظة بالذات يعني القفز فوق كل المعطيات القائمة والذهاب إلى خيارات نهائية، وخصوصا مع يعني تغير الصورة كل يوم في الداخل اللبناني. طيب سيد أمين، يعني بناء على كل ما قلت، متى ستجتمع الحكومة؟ يعني انتظر اللبنانيون تقريبا شهر لحل المشكلة الأولى التي ستواجهها الحكومة، كم سينتظر اللبنانيون لحل المشكلة الثانية المتمثلة بملف بيروت؟ سننتظر، أعتقد أننا سننتظر أياما طويلة قبل أن نجد حلا لمشكلة القاضي بيطار. يعني حتى الآن هناك محاولات لإيجاد مخارج، لكن أعتقد أن المخرج النهائي ليس قائم. لكن بالنسبة لرئيس الوزراء، بالنسبة للزعماء الثلاثة الذين يديرون البلد، أقصد رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، أعتقد أنهم يفضلون الخيار الذي السائر حاليا، يعني لا يؤثر كثيرا إن اجتمعت الحكومة أو لم تجتمع. المهم أن المواقف الأساسية يمكن اتخاذها من خارج أجواء الاجتماع. لكن طبعا أن يجتمع مجلس الوزراء من شأنه أن يشيع أجواء تفاؤلية، والعمل جاري مع هذا الموضوع، لكن ليس بالضرورة أن يكون خلال أيام. سيد أمين، سريعا لو سمحت، البعض ربط أمس توقيت الاستقالة بمفاوضات فيينا، وتحدث عن تسوية ما بين فرنسا وإيران كتلك التي أتت بحكومة نجيب ميقاتي. هل تفعل هذه التسوية التي يحكى عنها عمل هذا الحكومة كما جرى سابقا، خصوصا كمان أنه في حديث من مصادر دبلوماسية من باريس تتحدث عن تقاطع مواقف أمريكية فرنسية لحل الأزمة اللبنانية؟ لا شك أن هناك محاولة لتسهيل الأمور للفرنسيين من جانب الإيرانيين. علينا أن لا ننسى أن فرنسا اليوم هناك هي الدولة الوحيدة بين طبعا عدا عن روسيا والصين، هي التي لديها موقف متقارب أكثر من غيرها من الأطراف الأوروبية مع إيران، ولإيران اليوم مصلحة بأن لا تخسر هذا الطرف الأوروبي الأساسي، وخصوصا في ظل يعني التباينات التي حصلت بين واشنطن وباريس في أكثر من ملف، ولا سيما ملف الغواصات الأسترالية والخلاف مع بريطانيا. فلذلك على ما يبدو أن الجانب الإيراني سهل عملية التسوية التي حصلت أمس في لبنان لمصلحة الفرنسيين ولتقديم شيء، لكن هذا لن يغير في الوقائع الكبيرة. المفاوضات في فيينا لا تزال صعبة ومعقدة. في الأمس المفاوضات توقفت عند نقاط
على ما يبدو أن الخلافات كبيرة لا تزال بين الطرفين، والأهم من ذلك أن الملف الإيراني السعودي وهو أساسي بالنسبة للبنان لا يزال معلق على نتائج ما قد يحصل في فيينا، وبالتالي هو مؤجل مثل كل شيء مؤجل، وبالتالي الحل في لبنان باعتقادي أيضا مؤجل لفترة طويلة. الكاتب الصحفي أمين أموري، شكرا جزيلا لك، حدثتنا مباشرة من بيروت.